سفرتنا اليوم حنقدم لكم عدة وصفات مختلفة. اليوم حنبدأ بأول وصفة. الطبق الرئيسي حيكون برياني حيدر أباد، وحنقدمه حلو إن شاء الله، بيكون راس مالي، وبنحطه أيضا عصير الأناناس مع الزعفران والفراولة وجوز الهند. خلينا نبدأ بأول وصفتنا اليوم، وهو البرياني حيدر أباد. خلينا نعرفكم شوي على المكونات. طبعا عادة لما نسمع اسم برياني نتشاهوه، لأنه من الأطباق المميزة ببهاراتها بنكهاتها رائعة، ولكن زي ما انتم شايفين أعزائي المشاهدين في عدة مكونات عندنا، لكن حنبسطها لكم وحنسهلها عليكم إن شاء الله. خلينا نتعرف على مكونات برياني حيدر أباد. عموما هو فكرة عامة على البرياني، هو عبارة عن وصفة من الرز وخليط بين الدجاج. احنا اليوم عاملين على الدجاج، ممكن باللحم، ممكن بالسمك، ولكن في عدة وصفة مختلفة من البرياني. اليوم احنا اخترنا نوع اسمه حيدر أبد، يعني هذا نوع معين من وصفات البرياني، وفي وصفات متعددة، فان شاء الله في خلال برنامجها حنتعرفوا اكثر على عدة وصفات مختلفة. وصفتنا اليوم نحتاج الى دجاج يكون مقطع زي ما احنا شايفين، نحتاج لحوالي نص كيلو من رز البسمتي المغسول والمنقوع لمدة ساعة، ومع ملعقة ملح زي احنا شايفين هنا، ونصفوه بعدين لما نطبخوه. ونحتاج الى نتعرف ايضا على البهارات اللي حنستخدموها. نحتاج الى ملعقة كبيرة من زنجبيل البودرة، ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الحار، ملعقة كبيرة من القرفة، وأنا عندي هنا نوعين من البهارات، في بهارات البودرة وبهارات صحيحة. نحتاج إلى حوالي 10 حبوب من القرنفل، 10 حبوب من الهيل، وعود من القرفة، ونحتاج إلى حوالي 4 ملاعق كبار من البهار البرياني. طبعا بهار البرياني هو مزيج من عدة بهارات مختلفة، ومتوفر حاليا في السوبر ماركات وفي السوق، يعني بشكل متداول يعني متوفر. ونحتاج إلى حوالي 3 قطع من الفلفل الأخضر الحار، نحتاج لحبة بصل مفروم ناعم، ونحتاج لثلاثة فصوص ثوم شرايح، ونحتاج إلى حوالي ملعقة كبيرة من الزنجبيل الفريش مقطع إلى مكعبات صغيرة أو مبشور، أو إذا مش متوفر ممكن نستغني عليه، أنا هنا أوريدي مستخدم البودرة. ونحتاج إلى ملعقة صغيرة من الزعفران الحر، وهذا هو اللي يميز الوصفات الفارسية بصفة عامة بأنهم يستخدموا في الزعفران. ونحتاج إلى حوالي 2 قطع من الطماطم المفروم متوسط، نحتاج لربع كوب من الزيت النباتي، نحتاج إلى 4 ملاعق كبار من السمن، ممكن نستغني عليه السمن نكفي بالزيت، نحتاج لربع كوب من الحليب، نحتاج لحوالي علبتين صغار من الزبادي الطبيعي. ما تستغربوش أعزائي المشاهدين، انتم مش حتستطعموه الزبادي في الأرز. وطبعا الملح والفلفل، وللزينة أنا استخدمت هنا لوز، زبيب، كاجو، ليكم طبعا الحرية التامة في طريقة التزيين. خلينا نبلش بالوصفة مع بعض. طبعا أول شيء حنبدأ بالعمل البرياني. طبعا هنا عندي تنجرة اللي هي حنستخدم فيها البرياني نفسها، واللي بعدين حنحط فوقها الرز. خلينا نشوف الخطوات مع بعض. نحتاج هنا لنحط الزيت، وزي ما فكرتكم أعزائي المشاهدين احنا لازم نكون محامين القدر أو التنجرة اللي بنستخدمه فيها الدجاج باش ما ينزلش ميته. وطبعا هنا عندي فكرة بسيطة حبيت اني نشاركها فيكم معكم، ان احنا ناخده الدجاج، حناخد شوية من البهارات الكيال اللي عندي هنا، يعني حناخد يعني اقل معيار عندي، حناخد مثلا شوية زنجبيل البودرة، شوية الفلفل، شوية القرفة، وشوية من البهار البرياني اللي تكلمنا عليه، وحندعك فيهم الدجاج هنا، بس اننا نضمن ان طبعا مع قطرات بسيطة اذا توفر من الخل، قطرات يعني يدوبك، باش اننا نضمن ان ما عنديش الزنخة متاع الدجاج او زفرة الدجاج، وانا اريد يعني غاسله كويس، فهيك نحصل حتى على في الزيت نفسه بيكون عندي طعم مميز من البهارات نفسها اللي انا خلطتهم مع الدجاج سابقا. حناخذ الدجاج، حنبدا بجلد هو الاول، حنحط قطع الدجاج
في الزيت. طبعا اعزائي المشاهدين ممكن تستخدموا الوصفه هي ب ممكن صدور دجاج تكفوا فيها عادي او ممكن بلحم. طبعا ناخذ اخر البهارات اللي عندي هون. نضيف هذا على جنب، نضيف لافس. واعزائي المشاهدين انا هنا تكلمت على الزعفران. طبعا الزعفران عاده يسالوا فيها بعض من الناس انه يقولوا لي الزعفران نكهه ضعيفه، بالعكس الزعفران من النكهات القويه، ولكن انا احتاج الى عامل مساعد حتى احصل على نكهه الزعفران. فحتى نحصل على نكهه زعفران عندنا عده خيارات. انا علاش استخدمت الحليب هنا؟ باش يزعزع نكهه الزعفران ويقدر الزعفران يعطي لونه. فانا الحليب ممكن هنا يكون عندي ساخن، طبعا احنا نسخنه في الميكروويف، ممكن تسخنوه على النار عادي، يعني ممكن حوالي فقط نص دقيقة بضع ثواني حتى هيك يدفى شوية، باش بعدين نحط على الزعفران. طبعا الروائح هنا بلشت الدجاج تعطيني الريحة المميزة، لأن أنا زي ما قلت لكم أعزائي المشاهدين ضفت البهارات. نعطيه قلبة بسيطة. طبعا شايفين أعزائي المشاهدين اللون اللي حصلنا عليه من الدجاج. هنا بيكون الحليب عندي وصل الى درجة انه ولا دافي عندي شوية، فانا بمجرد ما نسكب فيه الزعفران زي ما انتم تلاحظوا اعزائي المشاهدين انه فورا اللون حيبدأ يعطيني على لون اصفر شهي. ممكن فقط ان انا نقلب شوية الزعفران، شايفين كيف بدأ اللون عندي يبدأ اصفر. فانا هنا نكون حللت الزعفران واخذت كل خلاصة النكهة متاعه. طبعا الدجاج هنا بلش عندي يتحمر على المضبوط. نحتاج إلى طحن حتى نشيل قطع الدجاج اللي عندي. أنا ما نبيش يستوي، يدوبك أعطيته فقط لون بسيط للدجاج وحصلنا على نكهة رائعة. وبعدين نبلشوا بتكفية الخطوات اللي عندنا لوصفتنا. وطبعا البهارات اللي انا استخدمتها بتزيد تعطيني نكهتها لان حمرتها كويس. هنا طبعا بهذا الزيت نفسه شايفين انا الزيت كيف ولا عندي كيلونه يعني رائع وبهاراته شهي. انا هنا حنبدا بحط البصله المفرومه الناعمه. حنعطيها تشويحه بسيطه للبصل. طبعا الروائح ما شاء الله، يعني البصل مع البهارات. وانا حنضيف هنا اعزائي المشاهدين الزنجبيل الفريش والثوم الشرايح. حنقلب مع بعض. وذكرتكم اعزائي المشاهدين ان احنا عندنا جزء من البهارات الصحيحه، فقط اعطيني كل بصل يذبل شويه وحنضيف عليه البهارات الصحيحه. وحنضيف طبعا شويه ملح، خلينا نكيل شويه بالملح، حوالي معلقه صغيره من الملح. وانا اصلا عندي البهار نفسه اللي هو البهار البرياني فيه نسبه ملح، فهذه لازم تحطوها بعين الاعتبار. لحد ما يذبل عندي انا البصل هنا، انا عندي المي، ما عنديش هنا عيار في الميه، يدوبك الميه تكون تغلي عندي. فحنضيف عليها قطرات، بضع من القطرات من الزيت، يعني كأني نص يعني نطبخ في مكرونة مع شوية ملح. ونحط شوية فلفل أسود. ونحتاج إلى الرز اللي هو مغسول
ومنقوع لمدة ساعة، هنحطها على المية بهذا الشكل. طبعا ياخذ وقت حوالي 10 دقائق. وطبعا احنا ما عنديش عيار في المية، يعني حطوا الكمية اللي تكون تغمر لي الرز كويس، لان انا في كل احوال الرز عندي هنصفيه. ممكن فقط ان انا نحتاج ان انا نقلب شوية الرز في المية المغلية، وتأكدوا ان المية تكون عندكم مغلية او وصلت لدرجة الغليان، وممكن نغطيه ونخليه على جنب. هذه طمش هنعيزوها. طبعا احنا عندنا البصل تغير لونه، حنبدا نضيف البهارات الصحيحة، وحنضيف الطماطم، وحنضيف بعد ما قلبنا الطماطم مع بعض كويس، حنضيف هنا تشكيلة البهارات اللي عندي، اللي هي الفلفل الأحمر والقرفة والزنجبيل بودرة. وطبعا أعزائي المشاهدين، أنا بذكركم أنا عندي حوالي معلقتين كبار من صلصة الطماطم أو متعارف عليها بطماطم الحبكة، هنضيفهم أيضا معهم. نزيدهم على جنب. وهنا عندي أنا فلفل حار، إذا الناس اللي لو ممكن عندكم أطفال ما يتحملوش فلفل ممكن نستغنوا عليه، ممكن فقط نعطيه طربيقة خفيفة ونحطها مع البصل. طبعا النار نشتغلوا فيها عالية أعزائي المشاهدين. هنا عندي هنا تشكيلة من المكسرات، حنضيف منها جزئية هنا، وعندي هنا بهار البرياني، 4 ملاعق من بهار البرياني. هنشوح مع بعض الخليط. في الأثناء عندي الزبادي الطبيعي. وطبعا برياني حيدر هو النوع الوحيد الفاستا زبادي، البرياني هو نوع اسمه حيدر اباد، اما في غير وصفات البرياني لا تتواجد فيها يعني الزبادي، ولكن تعتبر من اشهى انواع وصفات البرياني هي حيدر اباد. فهنا نحتاج الى شويه كاجو، وحنخلي شويه للزينه، شويه زبيب، وشويه لوز. وانا هنا حنعطي بس هيك قلبه خفيفه، يعني زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين ولت عندي زي التتبيله، يعني زي انها مزيج من المكونات المتبله مع بعض. حنرجع الدجاج اللي حمرناه، حرجعوه للخليط، حنقلبوهم كلهم مع بعضهم لنتاكد ان الدجاج اخذ النكهات وتغلف كويس بالتتبيلة اللي تكلمنا عليها. هنستفها بطريقة عشوائية ونعطيه شكل هيك بسيط. هنا حنرجع ان انا بندير رشة بسيطة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وحنغمرهم بحوالي كوب من الماء. ما نبيش نغمرهم هلبة، انا نبي تكون عندي صلصة سميكة شوية، يعني يدوبك ان الدجاج عندي يعني يطيب في السائل البسيط. هو نتأكد لو عندي اي نوع من التتبيلة لازم من الجناب ان انا ننزله حتى ما ينحرقش ويعطيني طعمة مزعجة للبرياني. نعطيه تقليبة خفيفة. بهالاثناء انا حنغطي البرياني عندي وحنسيبه لمدة 20 دقيقة. بالاثناء انا بيكون عندي رز استوى، وحنشوف مع بعض كيفية تطبيق الوصفة. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين، هنا انا عندي البرياني الدجاج تقريبا استوى 100%، والرز حتى هو نفس الشيء، حتى هو بنقوله مازال لك حوالي بتاع 3 دقائق يستوي. طبعا حناخد انا الرز، وهذه هي فكره البرياني حيدر اباد، ان انا مجرد ما ناخذ الرز
ونطرحها بشكل متساوي فوق الصوص اللي خدمناه بالدجاج بالطريقة هي. طبعا مش شرط نصفيه 100%، ممكن نخلي السائل شوية في الرز هو بس يساعدني يزيد يستوي عندي الرز. طبعا من الأطباق المحببة جدا، كبار صغار يعشقوا البرياني لأن فيه نكهات مميزة، يعني مزيج من النكهات. وطبعا احنا أعزائي المشاهدين تفكركم احنا استخدمنا رز بسمتي، ممكن تستخدموه برز حبة طويلة لكن مش حيطلع طعمته زي البسمتي، دائما البسمتي ليها وصفاتها الخاصة. يعني من مجرد ان انا فقط ما طرحت الرز فوق الصوص اللي خدمنا به البرياني، حطه بشكل متساوي. طبعا حاولوا تكون حركتنا سريعة شوية حتى نحافظ على البخار الموجود في الرز بهذا الشكل. وأعزائي المشاهدين أنا في الرز ما حطيتش أي نوع من البهارات، فقط اكتفيت بالفلفل الأسود والملح لأن أنا عندي النكهات في الصوص نفسها مزعزعة بالبهارات. تمام، هنا بعد ما هيك حطينا الرز ممكن هنا نحتاج إلى نوزع الزعفران اللي تكلمنا عليه بداية الحلقة، هنحطه بهذا الشكل. شايفين يعني ما شاء الله، يعني الألوان مش عارف إذا باينة عندكم كيف الزعفران يعني عاطي لونه رائع. وحنوزع السمن بهذا الشكل. وحنحط شوية من اللوز، شوية من الزبيب، وحنكتفي بالبعض في الزينة، وشوية من الكاجو. وعادة في وصفة حيدر أباد ياخذوا نوع من العجين اللي هو بالدقيق والمية يعجنوه وبعدين يغطوا به التنجرة بتاع البرياني ويخلوه لمدة ساعة. أنا حنوفر عليكم الجهد هذا، فممكن بفقط بسلفر ألمونيوم نحصل على نفس النتيجة. ممكن فقط إن أنا نغطي البرياني عندي كويس بهذا الشكل، أهم شيء إن نتأكد إنه تغطى والبخار ما يطلعش من البرياني، نتأكد إنه يتغطى كويس بهذا الشكل. هناخذ ورقة ثانية نحكم بها البرياني عندي، تأكدنا أن ما فيش أي هواء أي تسرب هواء يطلع منها. وحنرجع نغطي التنجرة بإحكام، نوطي عليه النار، نوطي عليه النار ونخلوه حوالي من ربع ساعة إلى 20 دقيقة على نار هادية لحد ما الرز يمتص كل السائل اللي متواجد عندي في القاع، وبعدين حنغرفوه مع بعضنا. توا خنمشوا لفاصل قصير ونرجع لكم حتى نكفوا طريقة غرف وتقديم البرياني، وحتى نكفوا مع بعضنا الحلو اللي هو الراسمالي الهندي بالزعفران والهيل والمكسرات. فاصل ونرجع لكم إن شاء الله.
رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. طبعا هنا في هالمرحلة نكون البرياني استوى عندي، نشوفوا طريقة الغرف متاعه وكيفية التعامل معه. طبعا هنا حنشيل ورق الألمنيوم، طبعا روايح ما شاء الله يعني مالية المكان كله. هنا طبعا حنبلشوا بغرف البرياني. طبعا البرياني امتص كل السوائل الموجوده، ولو انتم تلاحظوا كيف توزيع الالوان في البرياني هنا عندي، وهذا اللي يميز برياني حيدر اباد، اللي هو تكون عندي هنا الابيض مع الاصفر مع البرتقالي الداكن. انا اول حاجه هنا خلي ندف شويه كميه من الرز اللي عندي زي شايفين، وانا هنا ما نبيش نحاول ان نخلط الالوان مع بعض، نبي هيك يكون كل لون دارج بروحه. فحنغرف مع بعض البرياني بتوزيع متساوي بالشكل هو. ما شاء الله يعني الروايح، الزعفران مع الهيل مع البهار البرياني زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين كيف عندي توزيع الالوان كيف متوزع. وطبعا زي ما قلت لكم الدجاج قاعد في القاع. وزي ما قلت لكم اعزائي المشاهدين عندكم هنا خيارات مفتوحه انكم ممكن تستخدموه باللحم بنفس الطريقه، ولكن فقط بدل 20 دقيقه نزودوهم 40 دقيقه حتى نعطي فرصه للحم انه ينضج. ولكن هو عاده برياني حيدر اباد يستخدم بالدجاج. يعني شايفين هنا الصلصه بدات عندي واضحه، فحنخليها هي اللي بتكون في الوجه هيك تشكيله هيك متوزعه كيف ان احنا نوسعوا الصينيه، في ان لازم نفرشوه البرياني ما نحطوش فوق بعضه، لازم نفرشوه حتى الرز عندي ما ينقمش ويجيني كل حبه براحه. طبعا اللوز والكاجو والزبيب باينات عندي، وزي ما فيكم ان احنا الدجاج حمرناه بروحه، بعدين ضفنا له شلنا وبعدين ضفنا بقية المكونات عندي. نحط قطع الدجاج بهذا الشكل. نغرفوه بهذه الطريقة. طبعا يا ريت ان نقدر نوصلكم روائح اللي طالعه من وصفتنا لليوم. حناخذ الفلفل اللي ضفناه حنحطوه بهذا الشكل، وايضا عود القرفه حنحطوه بشكل يعطينا شكل زينه. ايضا الفلفل نحطوه بهذه الطريقه هي. شوية من اللوز، وهنا توا خلينا نكفوا بقية تزيين الوصفة اللي عندي. انتم شايفين اعزائي المشاهدين عندي هنا البرياني اصبح جاهز، فقط نعطوه اللمسة الاخيرة حتى يكون شهي عندنا. مجرد ان هنا ممكن عندي شرايح ليمون، فقط ان انا نعطيه شكل الطريقة هي. طبعا انتم ممكن هنا تبدعوا في التزيين، وكل ربة بيت بتعطي لمستها الخاصة. هذه مجرد فقط فكرة للوصفة. ممكن عندي حتى وردة نضيفوها، ممكن هنا ايضا نكتفوا بهم هادم. ممكن هنا ايضا نحتاج الى نعناع او من باقتنا الجميله حنحتاج الى اوراق من النعناع.
حطوه بهذا الشكل. ممكن ايضا شوية معدنوس. ايضا هذا شكله. نزود ايضا من النعناع. ممكن هنا ايضا نحتاج الى شوية كاجو، ممكن يطلع جنين مع الوصفة. ممكن ايضا لوز مزلط. ممكن لو حابين انكم انتم تقلوا اللوز في زيت او سمن يعني يطلع طيب، لكن احنا عندنا كمية وفيرة يعني من السمن في الوصفة، فبوش خلوه تقيل زيادة على اللزوم. ايضا شوية زبيب نحطوه فوق الرز عندي. وبالطريقة هي وصلنا للشكل النهائي لوصفتنا الأولى أو الطبق الرئيسي اللي هو برياني حيدر أباد على طريقتي. حبينا كي نبسطوا الوصفة نخلوها سلسة، نخلوه على جنب حتى نبلشوا بتاني وصفتنا اليوم اللي هو زي ما قلت لكم أعزائي المشاهدين، عندنا وصفتنا اللي هو حلو هندي. طبعا خلينا نعطي تنظيفه للكاونتر شويه وبس تعرفوا على مكونات الحلو بتاعنا لليوم اللي هو الراسمالي. ممكن المستمعين فيه هلبة او حتى ممكن اللي سامعين فيه يكونوا قلال شويه. هو حلو هندي معروف في اكثر شيء في دلهي، يعني طعمه يعني قريب شويه بين المحلبيه بين يعني ليه طعم مميز شويه، لكن فكرته شويه هو جديده او ممكن هي فكرته جديده عندنا احنا الى حد ما. فنعطوا مسحه بسيطه للكاونتر حتى يكون عندنا شغل مريح وما يبداش. خلينا نتعرفوا على مكونات الحيدر اباد. طبعا بالنسبه لمكوناتنا الحيدر اباد حطينا حوالي نص كيلو من رز البسمتي مع قطع من الدجاج مع حوالي 4 ملاعق من معجون الطماطم مع علبتين زبادي طبيعي مع تشكيله واسعه من البهارات، واكيد حتنزل الوصفه على الشاشه. قلبنا الدجاج مع الزيت مع نص البهارات، بعدين ضفنا كميه البصل والدجاج، وبعدين حطينا الميه خليناه يغلي بضع 20 دقيقه، بعدين ضفنا عليهم الرز، وهذا هو الشكل النهائي بتاع وصفتنا اليوم. بالنسبه لي تعرفوا مكونات الحلو اللي هو الراسميلي، نحتاج ايضا حنستخدم لثاني مره في حلقتنا اليوم اللي هو الزعفران. نحتاج حوالي معلقه صغيره من الزعفران الحر. نحتاج لحوالي 300 جرام من حليب البودره المجفف. نحتاج لحوالي ملعقه كبيره من النشا. نحتاج لحوالي نصف كوب من السكر الناعم الحبيبات مش سكر بودره. نحتاج لحوالي 5 فصوص من الهيل. نحتاج لحوالي ممكن معلقة أو 2 من الزيت النباتي حسب الاحتياج. نحتاج لبيضة. نحتاج ل2 كوب من الحليب كامل دسم. ونحتاج إلى فانيليا. وطبعا للتقديم نحتاج إلى نفس المكسرات اللي استخدمناهم في البرياني ولكن بإضافة إلى الفستق. طبعا طريقتنا لليوم كل اللي نحتاجه هو نحط الكاسرولة على النار حتى نشتغل بها الصوص. طبعا بالنسبة للراسميلي بتكون عندنا الفكرة وين؟ ان احنا عندنا مرحلتين، عندنا مرحلة عجين حنعجنوه وبعدين عندنا مرحلة صوص وبعدين حنحطوهم مع بعضهم. خلينا نبدأ في الوصفة مع بعضنا. طبعا هنا عندي الكاسرولة خليناها على نار عالية. حنحتاج اعزائي المشاهدين ل2 كوب من الحليب كامل الدسم. ونحتاج لحوالي نص كوب من السكر الحبيبات. طبعا اعطوهم قلبة خفيفة حتى السكر يتوزع. وممكن في الأثناء هي نضيف بعض من الشعيرات الزعفران حتى يعطيني لون للحليب. ونخلوه على النار. في هالأثناء أنا حنبدأ بتشكيل الكرات الراسميلي. عندي هنا كمية من
الحليب نحتاج لي حوالي معلقتين من الزيت أو حسب الاحتياجات، طبعا معلقتين كبار، وطبعا الزيت هنا حيبدأ إنه يتشرب في الحليب البودرة كويس. طبعا احنا عندي بيضة، خلينا نعطي ضربة خفيفة للبيض اللي عندي مع بضع القطرات من الفانيليا السائلة. طبعا ممكن هنا ممكن انتم هنا تحطوا اي منكه انتم تحبوه بدل الفانيليا، ممكن تحطوا ليمون، ممكن تحطوا ماء ورد، ماء زهر. حنحط نص البيضة ونشوف بعدين هل اننا نحتاج نحط البيضة كاملة او لا. وطبعا الحليب هنا عندي على النار بدأ انه يسخن. هنا حنحتاج الى البيضة الكاملة. لازم نعجنوهم كويس حتى تكون عندي عجينة متماسكة بهذا الشكل. أعزائي المشاهدين، ياريت تلتزموا في المقادير حتى نحصلوا على نفس القوام اللي قدامنا. وطبعا علاش قلت لكم أن البيضة نخفقوها شوي، لأن بيض عن بيض يفترق، الأحجام تفترق. طبعا أنا هنا البيض استخدمتها متوسطة، ففي بيض يكون حجمه كبير. طبعا نعطوها هيك تدليقة خفيفة. حتى حصلنا على عجينة زي ما شايفين أعزائي المشاهدين. أنا طبعا هنا ممكن الكاونتر عندي نضيف، فحنبدأ بالشغل على الطاولة. فقط خليني نضيف المكونات حتى تقدروا تشوفوا. طبعا هنا حنبدأ بأننا نعجن العجينة على الرخام مباشرة لنحصل على عجينة رائعة. طبعا أعزائي المشاهدين هنا ممكن أن الجلافس يساعدنا في الشغل، ما مش حتلصق العجينة في ايدينا. طبعا العجينة عجناها فقط الحليب البودرة، ما استخدمناش أي نوع من الطحين. نعطي قلبة بسيطة للحليب هنا اللي عندي حتى ما ينحرقش. طبعا أعزائي المشاهدين في هذه المرحلة هنا حنضيف النشا اللي تكلمنا عليه، وحنحط عليه شوية من المية. وخليني فقط اننا نقلب النشا مع كمية المية. خلينا نضيف الحبوب الهيل. مباشرة حنضيفهم على خليط الحليب مع التقليب المستمر. ممكن نوطي شوي النار. ونقلبه. أنا هنا حنبدأ بتشكيل العجين. حناخذ كرة. مجموعة كرات بسيطة. حنحسبه إلى كل فرد ياخذ 3 كرات من العجين اللي عندي. وبرضو طالما ضفنا النشا لازم نقعد ونقلبه باستمرار حتى ما نحصلش على اي كتل. طبعا احنا بعد ما بدا عندي اعزائي المشاهدين زي ما انتم شايفين ان
المزيج بدأ يغلي هنزيد نوطي النار عليه على أقل درجة، وحنبدأ مباشرة جايفين عزيزي المشاهدين كيف الخليط أصبح كثيف إلى حد ما. هنضيف بالكرة على الخليط هو، طبعا ممكن نوطيها لآخر مرحلة عندي هنا. هنضيف بالكرة تدريجيا زي ما شايفين عزيزي المشاهدين، واحدة واحدة نحطه بالكرة، نحطهمش مع بعضهم. إذا حطينا الكرات مع بعضهم دفعة واحدة فمش حنعطي لكل مجال الكرة أنها تنفخ على راحتها، فحيتفتت عندي الحليب، لأن الكرات هي زي ما اتفقنا أعزائي المشاهدين مصنوعة فقط من الحليب، ما عندناش أي طحين أو أي شيء دعم للعجينة هي. ممكن نضيف هنا كرة ثانية عندي، نضيفهم مع بعضهم. وطبعا انا العجينه هنا عندي مش محتاج انها تطهي زياده على اللزوم، لان كل اللي فيه هو فقط البيض، يعني ما عنديش طحين فصها او اي مكونات ثانيه، فممكن فقط ان انا حوالي بضع دقائق على النار نكون عقمت البيض ونغرفه في طبق التقديم. ممكن نشوف الكرات الاولى شو صار فيها، يعني شايفين اعزائي المشاهدين كيف تدريجيا اصبحت تنفخ. هنضيف الكرة الثانية، ننتظر البضعة دقائق ثواني ونضيف كرة، طبعا أعزائي المشاهدين كونوا حريصين أن تكون النار واطية ما تكونش عالية حتى الكرات ما تتفتتش مني. نعطي قلبة خفيفة، نتركها حوالي دقيقة أو دقيقتين، وبعدين مباشرة نغرفها في الأطباق التقديم مع إضافة الزعفران والمكسرات. الحلو هذا أعزائي المشاهدين يقدم بارد، يعني ممكن نديروه مع العصريات وأثناء بعد صلاة التراويح نستمتعوا به مع أفراد العائلة، يكون جاهز للتقديم. هنا الكرات عندي استووا ووصلوا للمرحلة المطلوبة، حنجيب الأطباق اللي حنقدم فيها الراس ميلي، باستعادة إلى ملعقة بسيطة نعطوها غلية بسيطة حتى يتكتف شوي عندي الخليط. في هالمرحلة أنا ممكن حنستغل الموضوع ونضيف بضع من الشعيرات الزعفران، ونضيف كمية من الزبيب. إذا في أفراد من الأسرة ما يفضلوش زبيب ممكن نستغنوا عليه. أعزائي المشاهدين كل هالمكونات كتكملة للوصفة الأساسية، يعني ممكن نضيفه على حسب الذوق. شايفين القوام أعزائي المشاهدين، قوام الصلصة كيف تكون، ما هياش سميكة وما هياش خفيفة، يعني لأن بعدين نبدأ نستمتع بكل كرة ونغمسها في الصوص نفسه. احنا وصلنا للمرحلة احنا حنغرفوا فيها، حنحط الكرات في طبق التقديم،
حنكفي نغرفه بالصوص بهذا الشكل، نغرمه أو نغمر الكرات بالصوص اللي عندنا، وهما بروحهم الكرات حيطلعوا على الوجه. وهنا حنضيف كمية المكسرات على حسب الاحتياجات اللي عندنا. هنا ممكن حنحط فستق، ممكن أعزائي المشاهدين نحطوا كاجو، وحنزين بشعيرات من الزعفران الحور اللي عندي. فوق كل كرة نحط شعيرات بسيطة من الزعفران، وهيك نكون أعزائي المشاهدين وصلنا للحلو بتاعنا اليوم اللي هو الراسميلي الهندي. وهذه الطريقة إن شاء الله يا رب تكون تعجبكم. توا أعزائي المشاهدين نروح لفاصل، باش بعدها نكملوا ختام وصفتنا بمشروب منعش بالأناناس وجوز الهند والزعفران. نرجع لكم بعد الفاصل إن شاء الله. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، طبعا باش نديروا وصفتنا ختام حلقتنا اليوم الأخيرة اللي هو عصير منعش، اخترته لكم بالأناناس وجوز الهند والزعفران أو ما يعرف بالبينا كولادا. خر هيك قدرنا في شوية إضافات من هنا لكم. أول شيء نحتاج لعلبة من الأناناس المعلب، ونحتاج لحوالي نصف كوب من التلج، نحتاج لحوالي نصف كوب من جوز الهند، نحتاج لحوالي نصف كوب من السكر، نحتاج لحوالي ربع معلقة صغيرة من الزعفران، ونحتاج لحوالي من كوب لنصف كوب من الحليب. أنا حنحط نصف وبعدين نشوف هل محتاج حليب تاني او لا. انا عندي تلج فبينزل السايل متاعه. نسكر احكام ونشغل. عندي المزيج جاهز ان احنا نقدموه، طبعا نقدموه في قبل الإفطار مباشرة. طلع العصير بشكله نحتاج إلى ننظف الصحن التقديم. وممكن نزينه ببضع من الزعفران. وهيك يا أعزائي المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا لليوم. قدمنا لكم وصفات مميزة واستخدمنا فيها الزعفران. أول طبق قدمناه اللي هو الطبق الرئيسي. عندنا احنا هنا برياني حيدر اباد بالدجاج، واستخدمنا فيه الهيل والقرنفل، واستخدمنا فيه رز البسمتي والحلو الراسميلي الهندي، مناسب جدا وملائم في شهر رمضان.
وقت السحور، ممكن بعد صلاة التراويح نستمتع به مع أفراد الأسرة. أما بالنسبة لكم عصير البينا كولادا بالأناناس وجوز الهند مع الزعفران، وصفة ملائمة جدا في شهر رمضان بعد فترة من العطش. وإن شاء الله رب تكون وصفتنا اليوم عجبتكم ونالت رضاكم. نتلاقوا على خيرة الله في حلقة جديدة مميزة وحنقدموا فيها وصفات مع بعضنا. نشوفكم على خيرة الله إن شاء الله في برنامجنا سفرتنا، معكم أنا الشيف إيهاب بن رجب. بالحب تلقاك